وشرفك يا بيه انا مظبوط. اخرس انت. اهلا وسهلا. حسنين كامل علي. اتفضل اطلع انت هو بره اللفه. ايه في النظرة؟ سيجارة؟ متشكر. لا مؤاخذة إذا كنا أزعجناك، لكن انت عارف. قول لي من فضلك، انت ليك اخوات؟ اخويا حسين موظف في مدرسه. قصدي اخوات بنات. اخت واحده. ليه؟ اصل في ناس كتير يجوا قدامنا ويضيعوا انهم قرايب ناس محترمين عشان هي ايه المساله؟ والله مش عارف اقول لك ايه. في حد بيدعي انه يقرب لي؟ موضوع باختصار، احنا ظبطنا بيت مشبوه، لقينا فيه بنت بتدعي انها اخت حضرتك. اختي انا؟ انا لك اعصابك. الموضوع لازم يتعالج بحكمه. الموضوع لازم يتعالج بكل حكمه. سمعت العائلات اننا نسلم البنت لاهلها وناخد عليهم تعاقد بضمان سلوكها، وانا كلمت حضره المامور وهو وافق على هذا الاجراء. مفيش، مش ممكن. انت غلطان بكل تاكيد، مش اختي. مش اختي، مستحيل. اتفضل معايا لغايه اوضه الحجز عشان اتعرف عليها. يمكن. عليك واستريح منك ومن عارك. انا اريحكم من نفسي، انا هموت نفسي. يا ريت يجي الموت ياخدك.
أنا رايحة لبريك. عشت بقيت أمر من الموت. البحر يطويني ويداري عاري. كوبري الزمالك.